نجاح تصرف. طيب خلاص مرحبا بكم الناس الكل. القعده اليوم حلقتنا قديش؟ 10 بدنا نتعلم صالح. باش نعملوا اليوم اتيلي باش نحكيو على سيكيورتي وسينياليزاسيون. شنو هي سيكيورتي وسينياليزاسيون في البسكيل؟ وعلاش هي حاجه مهمه بزاف باش السيكيست يحمي روحه وباش يحمي العباد الاخرين. يعني وش هو زاد يعني ما يكونش ريسبونسابل سي جامي ثم بروبليم على حاجه. باش نحكيو دون الكادر دو لوبيراسيون داو اللي هي ستو كومباني عملناها على الجمعه هذه. وانا ديجا اونسي ان بوكو انتم اذا كان شفتوا الكونكور هذاك ابعثوا لنا صوركم سي جامي مزالي لي فوتو في الليل ولا عندكم تصور بسكليت وهي فيها ضوء نيزيتي با لي زونفوي في الباج نتاع البيوريسيون. وعندنا برشا كادوات دون سو كادر دونك باش تربح حاجات سوا ديزون دي ريفليكتور ولا دي كابوش ريفليشيسون ولا حاجه كيف. En fait, je suis à la top, allez, je vois important. Pour être visible, il y a une scène, un stand, un trip, autre que le cycliste, il y a le cycliste. Finalement, le cycliste, il n'a que le vélo, la bicyclette pour se protéger. Avec le cas de l'intérieur. Or, le vélo, c'est totalement exposé. Je suis à la calba, je suis à la camion, à la moteur. Au moins, au pire des cas, il n'y a pas de problème. قدر اكسيدون ولا حاجه يعني افيك ان سيكليست اكثر حاجه في خامه فيها باش نمشي يكون بلا شوك ما لو سي كيلك شوز دو ماتيريال. اما بار كونتر يعني ميم افير دو فيتيس لو سيكليست يعني ريسك دو بيرد سا في لا يقدر. دونك سي بور سا الي امبورتون وي لي بريمونديال. انا اصلا نقول ساعات سي اوبليغاتوار مش معناها مستحب سي اوبليغاتوار باش الانسان يكون فيزيبل. اش معناها يكون فيزيبل؟ ما هيش باش تاخذ منك برشا وقت والا ما هيش باش تاخذ منك برشا ايفور. سي جوستومون يعني حاجات تنجم تعملها في الدار ولي كابشي هذوما سون يعني تو ديسبونيبل يعني بارتو. باش نحكيو شويه على الضوء يعني ديجا دون الكادر دو لوبيراسيون داو دونك باش نحكيو على الضوء. الضوء نتاعنا اون فيت نجمو نقسموه اون دو كاتيجوري. ثم فو دو بوزيسيون كيما ثم فو دو بوزيسيون ثم فو ديكليراج. لي فو دو بوزيسيون هما لي يعني كيما اسمهم ضو باش يوري الوضعيه نتاعك بالكيس. كان انا حزب بسكليت والا انا نتمشى في الكيس والا جوست راك في البوزيسيون نتاعي الدنيا ظلمه. وميم دون لي زون يوربان حتى توا احنا في المدينه دو تون سون تون ساعات تصير كوبور يعني في الضو والا ساعات اصلا تبدا زون يعني مش ضاريه ولا حاجه. دوكو الفو دو بوزيسيون هي خط الدفاع الاولاني للسيكليست باش ينجم يكون باش ينجم يتشاف سواليزا. الحاجة الثانية هي الفو ديكليراج. الفو ديكليراج وقتاش نستعملو الفو ديكليراج والفو دو بوزيسيون؟ الفو ديكليراج هو ضوء جينيرالمون أقوى من الفو دو بوزيسيون كيما اسمو يلفا يعني يلفا إكليري لا يلفا إكليري لا بوف. دونك هو لازم يكون أقوى باش ينجم يضوي يعني مش وظيفته بركة باش أنك أنت تنجم تتشاف أما لازم هو زاد يضوي البلايص هذو. باش نحكيو للفو دو بوزيسيون généralement ça m'a quelques indications ici au fil je suis un physique il y en a comme étant un étudiant physicien donc je suis un physique donc ça m'a unité dans l'intensité lumineuse bien du même dans le cas où je suis un peu bien dans l'événement généralement les feux de position mais il faut toucher 150 100 lumens au pire des cas il y en a pour quelques يعني كيلكو فو ولا كيلكو كاتجي 200 لومان. اللومان هي شنو هي؟ وحدة تقيس شدة الضوء خلينا نقول فهمت يعني بالعربية فهمت. لي فو ديكليراج جينيرالمون من 250 وانت طالع. ساعات هذيك علاش تلقاو احنا ضوء كيما تنجم تشري كعبتين ضوء مثلا ب 10000 فرانك ولا 8000 فرانك كيما تشري ضوء واحد مثلا قدامي ولا تيلاني ساعات هو وحده يتكلف 100000 120000 دونك سي بوغ سا ثما ديفيرونس هذي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية
اللي هي التكنولوجيا اللي يستعمل فيها الضوء هيك بحدده. باغ اكزومبل قبل اول حاجه يعني صنعت واصنعها الانسان باش يعمل جينيراسيون تاع الفوران ولا تاع هي لون يعني فينالمون يعني كي باكري لا بو ولا باش تدور البوزيسيون استعمل الدينامو. الدينامو هذاك يعني اللي يحط فينالمون هذا دينامو. إن فيت شنو؟ إلي بازي على بشامل ترانسفورماسيون تاع روتاسيون تاع العجلة من حركة ميكانيكية بشامل جينيراسيون تاع الكورونية. شنو الحاجة اللي فيه والحاجة الخايبة فيه؟ الحاجة اللي فيه هو بياش لا بيل لا شارج لا اونتروتيان ريجولي لا باش تتخدم ولا حاجة. الحاجة الخايبة فيه اللي هو دوعة ياكل البنو يعني avec le frottement, enfin, il est basé à le frottement avec les pneus, ou de deux, mouche stable. Je m'en ai dit, mouche stable, il y a les meilleurs finish pour en continu. Il y a un beau balai, ou la hache basée à la pile, ou la source, c'est un d'arbre. Oui, ça. Mais, par exemple, j'ai écrit deux échantillons, t'as feu de position. Par exemple, dans le header. مش قوي يعني برشا باش يعمل لي اكليراج ولا حاجه اللي حاطها في البرنا نيومون اي عبد سوا ديزون على الاقل على 100 متر 150 متر نجم يعرف اللي ثم ان سيكليست غادي ويلوغا يعني سوفيزامون دو طون باش ينجم يعرف الهناج نتاعه ولا باش ينقص ولا حتى كان هو ما شافش ولا كان يعني هي تونتيف ينجم يلقفها فهمت دونك هذا يعني حاجه اكزومبل يعني تاع الفو دو بوزيسيون مش قوي برشا وزاد هي اكسيسيبل حتى سوم كده يعني مثلا طول دي دينار حاجه كده بس هذا في الديكلاش يعني لما هاي حاطه كي نجم ضوي كمان سي ان تو فور في الديكلاج هذا باغ اكزومبل الانتنسيتي تاع 350 بيوم باغ اكزومبل مش اقوى حاجه باش نحط نوصل مع الفكره شنو هو شكون قال كيفاش نستعمل في البوزيسيون في الديكلاج Généralement, le cycliste, le citadin, le cycliste urbain, il n'a pas fait une dîner à la hache, supposé, il a fait une dîner à la hache, il a fait une dîner à la hache, il a fait une dîner à la hache, il a du coup, vraiment, il a fait un feu d'éclairage, il a fait des feux de position. Il va au feu de position, il a fait un feu de position, il a fait un feu de position, il a fait un feu de position, grâce à tel métier, il a fait un SSM métier, خاطر جينيرالمون كي تمشي في كيس عليا انت بعيد على الكهرباء وهي بعيد عليك سي با اما باكون سي جامي انت تذكر بجي دي تيلي وهي ما تشوفكش هذيك يعني الريسك دو فرابي انت من تيلي هذيك دونك ديما البريوريتي اللي هو الضوء تيلي كيما كون نحكي في كان تمشي في المدينه اساسا في لو بوزيسيون سي جامي باغ اكزومبل لوتيليزاسيون نتاعي انا اوف رود يعني انا باش نخرج مثلا باش نمشي في جبل ولا حاجه ولا ماشي باش نعمل سيكلو توريزم ولا باش نعمل دورة هكا في بلاصة ممكن أنا شو ريسك اللي ما فماش فيها ضوء ولا تنوير ولا حاجة دونك الفو ديكليراج يبقى في يعني فيلا فيها دونك هو باش يعطي القابل فوالا بالنسبة للضوء يعني سواء الفو دو بوزيسيون ولا الفو ديكليراج ماهيش اوبليغاسيون باش نجم يعني مش لازمك تعمل اما غادي اقل حاجه لساني نجم يعملها هو ريفليكتور ديجا احنا باش نحكيو على ريفليكتورات يعني فهم ابسط حاجه تنجم تعملها تاخذ باغ اكزومبل جيلي هذيك الكتور ريفليشيسون والا باغ اكزومبل ديوبتر هذا تسمى ديوبتر ريفليكتور كيما هذا يعني سي دو بلاستيك لا هو يفا با كونسومي يعني لا ضوء لا انرجي لا حتى شيء فهمت الي فيكس يعني تو فيكس على السير تاعك وما فيش حتى حاجه دونك اي واحد باش يقول لك راني مش جو في تروز انفستير يعني بوغ اتر فيزيبل في الكيس سي با فريمون يعني ان ارغومون يعني باش تقول يعني انا باش نشري ولا تحصيل نشري ولا جو في يعني ديسبونسي يعني دوز باش فوالا بالنسبة لي كولور اون فيت ماكري قد ما تبان اللي هي حاجة عادية يقول لك انا شنو يعني باش نلبس ولا حاجة الانسان نرجع شوي فيزيك حابب يشوي باي ثم سبيكتر بتاع الضوء يعني كيفاش تقول بالعربي الطيف يعني الطيف الضوء المرئي يعني فهمت دونك ثم سبيكتر بتاع الضوء اللي هما احنا نجمو نشوفوا الالوان هذا فهمت كيما نشوفوا جاي واحد اصفر ولا شنو كذا سبيكتر هذا العين بتاعنا كيما الكاميرا اش معناها يعني هي عندها
الوان معينه اللي هي حساسه ليهم اكثر من الوان اخرى. فور اكزامبل العين تاعنا ما تنجمش تشوف الليترا فيوليت، ما تنجمش تشوف الانفرا روج، فهمت؟ انا نجم نشوف كان لومير بلانش، فهمت؟ نجم نشوف كان السبيكتر تاع لومير بلانش اللي هي كاينه الوان قوس قزح، هي انفينيتي، فهمت؟ يعني هي لا نهائي. دونك العين البشريه هي مصممه باش اكثر، ولا خلينا نقولوا بلاج، اكثر انترفال نجم تشوف فيه يعني دون فاسون افيكاس هي جون فير. هذاك علاش ديما تشوف اغلبيه لي جيلي تاع لي ريفليشيسونت هذوك، ولا لي جيلي فلوريسونت ديما معمولين يا بالاصفر يا بالاخر، فهمت؟ دونك براتيكمون يعني الحاجه الاولانيه هي جون فير، بعديك سي جامي حاجه في البلو، بعديك روج، فهمت؟ اورانج روج هو لو نون ديزي. نيوما اي حاجه يعني فلوريسونت يعني سافا فير لا فير، فهمت؟ باش تعرف. اما احنا تعقينا شويه على الكولور، مش حتى واحد ساعات نجم خارج في الليل مزروب ما عندك حتى حاجه، سي جامي عندك الشوا باش نجم تخرج وما عندكش لا ريفليشيسون ولا عندك لا بيو لا عندك ضوء ولا حتى حاجه، هكا تعرف انت من الكاردروب بتاعك شنو هو الكولور ده. دونك جينيرالمون حاجه جون ولا حاجه في الليل، داكور؟ بلي شهر شويه البلان فات كيما قلت هما تو ديبون التكنولوجي معموله منهم. باغ اكزومبل قبل كيما كنا نستعمل في الدينامو يعني هو دو ان ماهوش كونتينيو دو دو يعني كي كونسوم لي بنو توا اون ريكول الحاجات اللي هما ديجاجي. اول حاجه اموفيك توا انا مثلا كي باش نهزو ولا حاجه باش نركبو في الوسيط نتاعي دونك سي فاسيل باش نهزو معايا باش نحيي باش كذا، فهمت؟ مش كيما حاجه نجم هي ديجا ترزم ونزيد بوا على الوسيط، وحنا ديما على البيوت نتاعنا ان نقصو في البوا، فهمت؟ هذه حاجه الاولى. دو دو ديما هذا بيا حاجه مشرجه باش مش كل مره تراسي نستعمل مثلا في بير ولا فهمت جو كونسوم ولا بلا تيم جينيرالمون في الضوء ثم دي مود ثم هذاك لو مود كليون ثم مود كونتينيو كاني مانيش باش نعمل فريمون اكليراج يعني مانيش انا باش نضوي الشارع دونك يا با بوكوا انا باش نعمل مود كونتينيو دونك يا با بوكوا باش نعمل مود كونتينيو علاش على خاطر يل كونسوم يعني الباتري نتاعي ولا البيلات نتاعي اكثر من الاخر دونك ان مود كليون يل سوفيزون سواء يعني بالبسكليت نتاعي ولا من قدام دونك ا موان كو عندي باش نمشي مثلا اوف رود ولا بلاصه فيها طريق ظلمه ولا حاجه دونك مود كليون سا سوفي باش نستحفظ على الجيري يعني الباتري نتاعي باش نستعمل على البي نتاعي واللي هو خدمة سيركوي اكسترا بون حكينا شوية هكا سينياليزاسيون اتو انا بيرسونيلمون كيما كنت نحكي ديما البسكليت مالغري سيت ان موان سامبل دو ترونسبور و ان فيت الي يعني بلوز او موان في المدينة افيكاس اكثر من الكراه بوفر كلشي فهمت اكثر من الكراه لكن ديما يبقى ان موان دو ترونسبور اللي هو فراجيل اي انسان سيكليست ديما يبقى اكسبوزي يعني قداش باش اسكو باش يعمل بروتيج ولا اللي هو يعني لا موانت يعني انترفونسيون ولا كونتاكت افيك ان اوتر يعني يوتيليزاتور دو لا روت راه لا قادر يل بو ريسكي سا في دونك هذاك علاش ديما سيكليست ديما لازم يخمم هو في روحو ديما لازم يعمل بريفونسيون ديما يحاول ساعات يقرا باغ اكزومبل يعمل انتيسيباسيون تاع الكراهه اللي قدامه ولا اللي هو قبل ما يعمل اي اكسيون. بالنسبه لنرجع اوبيراسيون ضو على خاطر انا دي بلونشي سيت كومباني لا على جون فيت خاطر الدنيا تو شغلان بون سي سي بون سي ديجا الدنيا باش تلف سي ديجا كبروا في دونك دونك سي ديجا الدنيا علمت دوكو يعني الشمس تضرب في ساعه وسوايع نهار شويه وكذا دوكو كومام يعني ثما برشا عباد اللي هما يستعملوا البسكليت كوم موان دو ترونسبور كوتيديان يعني مش كان تاع دلوازير باش حاول تبيع ولا حاجه يستعمل البسكليت دوكو يعني سي فاسيلمون يعني نو باش يلقى روحو خمسه سته سبعه سي بون الدنيا ظلمت هو يلزمو كومام يبغى سو ديبلاسي كيما قلت جينيرالمون كان في زون اوربان يعني ديما نحكي سوبوزي خاطر احنا ساعات حتى في زون اوربان وحتى بالكهرباء وريك الكود والفاير نتاعك ما تنجمش تشوف كيس دونك جينيرالمون في زون اوربان كان ثما انا جو ريكوموند كان ثما ثنيه اللي هي كنت متعدى منها في يعني في النهار طريقة عادية وما كنتش نخمم وكذا كي جاي خارج في الليل ولا كي نبدا جاي في الليل يعني جو دوا ريبونسي
علاش؟ على خاطر النجم نمشي في الثنيه هذيك باريزون فيها حفر فيها ديزوبستاك سكه حاجه اللي انا كنت يعني جو بو لا ديباسي نورمالمون في الكاميرا ولا وقت تبدا الدنيا ضاويه باغ كونتر وقت تبدا الدنيا ظلام يعني سافا بوزي ان ريسك يعني تولي ريسك عليا حفره كذا نجم حتى سبحان الله يخرج شي هكا كلب حاجه فهمتني فوالا كمان نحكيو في الليكاليه احنا من ما نحكيوش عن تيوريكمون الضوء بطبيعة الضوء باش نضويو بيه يعني سي كلير كومان فهمت اما نحكيو انا في الحاجات اللي تنجم تعاون العباد اللي هما يستعملوا في البسكليت من قبل ولا باش يوليو ديبلاسيو في الليل ولا هما يعني ديبلاسيو دو فاسون نورمال وباش يديبلاسيو ديكو يعني في الليل سواء خدمة ولا حاجة وكذا دونك كومان خاصة في الترافيك خاصة في المدينة دونك سي با ايفيدون دونك شنو نقول ديما كان ثم طريق كنت انا نتعدى به في في النهار بطريقة عادية كان باش نتعدى في الليل جو دو فونسي اش معنى لازم نثبت اسكو الثنية هذيك فيها ضوء من الاول ولا لا فما دي زوبستاكل ولا لا وخاصة بولي ديبيتون الانسان يعني دوب ما تعلم البسكليت وخاصة في الترافيك دونك هذا بيه اللي دو ايفيتي لي زوبستاكل يعني اي بلاصة هكا فيها دي زوبستاكل واحد يبعدها نرجع للموضوع كيما قلت البسكليت كومام سي سي موان دو ترونسبور يعني فاجيل باغ رابور لي زوطخ موان دو ترونسبور يعني خاصة سي جامي يعني يوغي ان كونتاكت افيك ان اوتر اوتيليزاتور دو لا روت دونك ديما سينياليزاسيون انا جو ريكوموند ديما فما سونيت حتى سونيت ميكانيك يعني ماناش باش نمشيو نداو نعاونو باش تشري تقول يا سونيت 25 دينار 30 دينار اللي هو 40 دينار نو يعني سي با فريمون حاجة لازمة كيكا اون سونيت ميكانيك الضوء نتاعها واضح لا قال لك فرانك 3000 فرانك بالحق 3000 فرانك دونك نجم تحمي بها روح علاش على خاطر كومام يعني الحس ولا البروي اللي خارج من الحاجه اللي البسكليت اللي هي كومبارابل باراكور كاميون متعدي بحذاك ولا كهرباء متعدي بحذاك باغ كونتر ساعات سينياليزاسيون يعني كومام يعني لي غور اي هيومان يعني اي عبد نجم يغلط اي عبد نجم ما يتفقدش هكا ترو ولا حاجه انت يعني tu dois كيش تقول لازمك تنقذ روحك ميم سي الفوت يعني tu n'as pas commis la faute la bêtise فهمت ديما في السياق نقولوا on doit une conduire avec une conduite défensive اش معناها يعني ميم سي لا فوتو عبد ذاك اللي انا معاه ولا اللي هو on n'a pas le droit de يعني de faire une bêtise ولا باش de le tuer فهمت حتى كان ثم بيتون ولا حاجه مش متباه ولا حاجه انا je dois faire attention يعني ثم ساعات دي زانستيتور تاع كونديت ولا حاجه يقول اون فيت تيك توك في كياس عباره تسوق في خمسه كراه ولا سانت موان دو ترونسبور وانت كومين انا تسوق في بسكليت بركة ولا كهرباء بركة ولا اللي هو فهمت انت تسوق في بسكليت نتاعك وبسكليت على اليمين وبسكليت على اليسار وقدام اوكي دونك انت لازم تسوق في لوندوراج نتاعك ديما لازم تحط في مخك اللي انت زاد بور تو بروتيجي ميم سي انت تعرف تسوق وكذا حط يعني مش نقول عمد خاطر سي با لوجيك يعني مش نقول مثلا في المدينة ولا حاجة تبعد على اليمين طول واحد يعني سي با لوجيك تبعد على اليمين طول تلقى روحك في الروح ديجا أما حط يعني سراوندينغز يعني فهمتني حط انتوراج هكايا اللي هو مسكر عليك أنت بور تو بروتيجي فوالا فوالا كيما قلت يعني سي جامي واحد باش يخرج بالضوء يعني سي با ماهيش حاجة كبيرة برشا باش تعمل ان تي باك دو سيكوريتي ملتي سونيت ريفليكتور هكا ضو دو بوزيسيون خلينا ما نقولوش مش الناس الكل باش تمشي تعمل سيكوريتي هكا يعني لا اوف رود ولا في جبل ولا باش تعمل ديسونت ولا باش تعمل جيرو ولا اللي هو دونك فريمون ان باك نتاع خويا نقولو 10 دينار 15 دينار 20 دينار كوميم يعني صحيح هو هكا سامبل واحد اما كافي باش انه يحمي لك حياتك بيبدأ خاصة عند بيت الشفيلير ومع بيت مع كوب الفو تبع بيت مزروب ومع بيت مطار السوق مع بيت كمان يعني نو ميليتون باش يولي السيكليست يعني عنده خلينا من اللي فات اصلا مش نعملوا بيستيكلاب ولا لا خاطر هي المونتاليتي زي ما تبدا قبل ما نعملوا بيستيكلاب فيزيك خاطر نجمو نعملوا بيستيكلاب كمان يعني نجمو نسيرو يعني الانتروجنس نجم العباد يعني يدخلوا فيها ويقلقونا وكذا اون ريسك يعني دو فير دي كونتاكت افيك يعني دونك هي المونتاليتي لازم تبدا من تو وقت تبدا انت تشوف سيكليست ولا حاجه حتى انت زاده يعني سي فو زيت اتيليزاتور دو لا روت ولا تسوق في الكهرباء نتاعك ولا حاجه
ديما كي تشوف سيكليست نتاعك تشوفو كوم هكا اناتخ ولا حاجه فراجيل. يعني فينالمون انت باش تمسو على قدم الكهرباء مش يصيرلك حتى شيء، يعني فهمت لي ديغا نتاعك سون بيغمون ماتيريال، فهمت هذا اذا صارلك ديغا. باغ كونتر هو يعني من قدر حتى اذا بيرد كونسيونس ولا هكا يتفجع ولا حاجه، دونك ينجم من قدر حتى يجي راسو في الماده ولا امون كو هو ديجا باش يكون عنده دي موان دو سيكوريتي. مي كومان يعني ميم سي لو كونكتور ولا السيكليست هذاك الى كوميت دي بيتيز اون با لو دووا دو لو توي فينالمون، يعني سي عبد يعني فهمت. يعني اي حاجه باش تكون ماهيش باش تكون اهم منه، اي حاجه تهون قدام روح البشري. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux vous recommander peut-être des types de lumière et liens à chaud comme un cas pratique pour faire un personnage pour déplacer au vert. Les réflecteurs sont toujours disponibles. Il y a un réflecteur de réflecteurs clair. Déjà, je pense que tu as un réflecteur avec des choses qui sont à la maison. À titre d'exemple, l'aluminium. الواقع الالومنيوم. دونك اي انسان حتى خارج احنا مش الانسان هو باش اسو بوان يعني باش يتقشر يعني باش يعمل كمان يعني الالومنيوم هو باش يبقى بيه يخدم بيه. اما سي جامي نقول احنا مثلا انا خارج في الليل ولا حاجه وما عنديش ريفليكتور وما عنديش ضوء وما عنديش كذا، نجم ناخذ فويد الالومنيوم اللي هي براتيكمون ديسبونيبل يعني فهمت، ونجم نلفها ونجم نعمل هكا باغ اكزومبل سكوتش تالي ولا نعمل بها بوند هكا بغسار هكا نعمل بيه بوند ولا حاجه. كمان ماهوش حاجة إيديال على الآخر، أما كمان يعني سبب لي سوفي لالي، ساعات كي نبدا نمشي في البلايص أنا نضربهم على حاجة. و فوالا سي فوز افي دي كيستيون نيزيتي با لي بوزي، سي فوز افي دي ريكومونداسيون هكا بور دوطخ أتولي ولا دي بروبليم كوما فوز افي انفيزاجي، فوالا مرحبا بكم.